راح يعلمون درس ويسوون عبره لكل واحد تسوي له نفسه ويمد ايده على ارض عربيه، حس يجيك واحد يقول لك كم كم كم، لانه هو اصلا راس رمحاضه تحالف الامارات واللي كانت اول المطبعين ويانا. اي اي صح صح اجي وياك، بس تسالني برضاتها قوه يعني مو برضاتها حيل قوه. بدليل انه الاماراتيين ليومك هذا لا زاروا ولا استقبلونه لانهم يشوفون دم مسنون هم لا يشوفونه. احلى مصير اني مطي وبيد الزم الكاك، هسه تغير الحال وصرت مطي صاك. اسمحوا لي اسمحوا لي، هاي بروتوكولات ومراسيم دبلوماسيه، اي مسؤول يسويها، اي مسؤول يسويها بزيارات رسميه. ومثل ما زار وزير الخارجيه الاماراتي محرقه الهوس اليهوديه، اول ما راح يزور الدوله الفلسطينيه ايضا راح يزور الجندي المجهول او مقابر الشهداء الفلسطينيين. اي خو مو هسه تردوا يروح المقابر الشهداء، غير الدنيا مشتعله بغزه، بس من تخلص الحرب ويسوون متحف مثلنا اول واحد يساند غزه ويدعم موقفه هي الامارات العربيه المتحده. صوت لك.